الدعاء هو وسيلة لتخفيف المحنة والشدائد، ففي تلك اللحظات الصعبة نلجأ إلى الله بالدعاء لنجد الراحة والتخلص من البلاء. لا تستهينوا بقوة الدعاء، فإنه يعكس إيماننا واعتمادنا على الله في كل أمر. يا رب، إن لنا إخوة على الثغور لا يعرفون للنوم طعما ولا للأكل مذاقا، فارقوا الأمهات والآباء والزوجات والأبناء، زهدوا في الدنيا وأقبلوا عليك، كل ذلك فداء للحق ودفعا للباطل وحماية للأعراض والمقدسات والحقوق. يا رب، آنس وحشتهم وهدئ من روعهم واربط على قلوبهم واحمهم من جحيم عدوهم يا أرحم الراحمين. يا رب، إنك تعلم أنهم خارجون للموت بإرادتهم، مقارعون للظلم بضعفهم، أنفاسهم غبار ولحظاتهم ترقب وخوف ومحيطهم جحيم وأعداؤهم وحوش، فانصرهم بصدقهم وتوكلهم عليك يا رب، وثبت أقدامهم وأنزل السكينة على قلوبهم يا ناصر أوليائك يا الله يا ذا القوة المتين. اللهم آمين.